الكونترول ديال الزيت ديال الموتور والزيت ديال الفخان والماء ديال الرادياتور وحتى الضغط ديال العجلات، هادو هما لي نيفو اللي خصنا فيريفيو في كل سياره مستعمله. من بعد ما شفنا في الفيديوهات السابقه فيريفيكاسيون ديال الشاسي، الكونترول ديال لا بانتور والكاروسري، الكونترول ديال لي فيتر ولي زوبتيك، بقاو معايا اليوم باش نوريكم كيفاش ديروا الكونترول ديال لي نيفو. قبل ما نبداو الكونترول ديالنا كيخص ضروري السياره تكون ما ديمارياش وحتى درجه الحراره ديال الموتور تكون ما مرتفعاش. واول حاجه كنقلبوا مستوى الزيت ديال المحرك عن طريق لاجوج، كناخذوا منديل كنمسحوا الزيت اللي في لاجوج وكنردوه لبلاصتو، ومن بعد كنشوفوا المستوى ديالو اللي ما خصوش يكون قل من المينيموم واكثر من الماكسيموم. وثاني حاجه اللي هو الماء ديال الرادياتور ولا لونتيجيل اللي الدور ديالو كيمنع ارتفاع درجه الحراره ديال المحرك وكيدير ليه الكونترول من فيدونج لفيدونج. المستوى ديالو في الريزيرفوار ولا في الفاس ديكسبونسيون كيخص يكون النيفو ديالو ما بين المينيموم والماكسيموم، وفي حاله ما كان هابط على المينيموم كيخصنا نتاكدوا واش ما كاينش شي فويت. وثالث حاجه هو الكونترول ديال لي فران اللي كنكونتروليو الزيت ديالو وكيخص ضروري حتى هو يكون ما بين المينيموم والماكسيموم. ومن بعد كيخصنا نكونتروليو حتى ليطا ديال لي بلاكيت ولي ديسك. واخر حاجه هي الكونترول ديال لي بنو لي جونط. بالنسبه للي بنو الحوايج اللي خصنا نكونتروليو واش فيهم شي ضربه ولا بيس مسمار مثلا، ليطا ديالهم كيبان لينا من ليبيسور ما بين لي بون دو رولمون. الا كان واحد من لي كات بنو فيه مشكل كيخص ضروري تبدل لو طران كامل. مثلا الا كان عندنا مشكل في البنو ديال كوتي كونديكتور كيخص ضروري نبدلو البنو ديال كوتي باساجي حتى هو. كاينه اكسبسيون فحال ما كان طوموبيل 4x4 ولا 4 موتريس، فهاد الحاله كيخصنا نبدلو لي بنو بربعه. بالنسبه لي جون ديال سياره اوكازو خصوصا الا كانت اوت غام خاصنا نفيريفيو ونكونتروليو واش ما فيهاش درابي ولا ديغايور، خصوصا ان البخي ديالهم كيكون مرتفع. من بعد ما شفنا لو كونترول دي نيفو اي دي بنو بقاو معايا في الفيديو الجاي باش نشوفوا الفيريفيكاسيون اي اكسبليكاسيون ديال لي تيموان. وكنذكركم انكم تقدروا تشريو سياره مستعمله من عند كيا اوكازيون اللي كتوفر لكم سيارات من كاع لي مارك وكتوصل الكارونتي ديالهم حتى لست سنوات.